طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين. انطلقت عبر تطبيق زوم أعمال المؤتمر الصحفي العلمائي تحت عنوان مؤتمر القدس الدولي، ويأتي المؤتمر تتويجا لفعاليات أسبوع القدس العالمي بمشاركة هيئات ومؤسسات علمائية من مختلف أنحاء العالم، من بينها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء المسلمين في العراق، حيث أكد الدكتور مثنى الضاري رئيس القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق على ضرورة تطويل فعاليات الأسبوع في الأعوام المقبلة لخدمة قضية فلسطين والقدس المحتلة. أنا أقول لعله من المقترحات الجميلة أن نجمع كل هذه النشاطات وأن يكون هناك مؤتمر إسلامي عام عن القدس وقضايا الأمة في أثناء احتفالاتنا في أسبوع القدس العالمي مستقبلا، ولا سيما أن المؤتمر الإسلامي العام الأول عقد في نفس هذا التوقيت وفي هذا التوقيت نفسه في الأسبوع الأخير من رجب في ذكرى الإسرائي والمعراج، ولعل هذه الإشارة هي إحياء لما قدمه المتقدمون من علمائنا ودعاتنا وقادتنا ومفكرين في سبيل هذه القضية، وجمع للجهود المتفرقة على طوال العام فيما يتعلق بفلسطين والقدس، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا في العام القادم وأن تزول آثار وأعراض هذه الجائحة، جائحة كورونا، فتلتقي الأجساد في هذا المؤتمر الإسلامي العام في أسبوع القدس العالمي في العام القادم. فهذا مقترح أقدمه بين أيديكم، ونحن على استعداد للتعاون والعمل من أجل تحقيقه بكل السبل الممكنة. وضمن فعاليات أسبوع القدس العالمي وفي ذكرى الإسراء والمعراج والفتح الصلاحي لبيت المقدس، دعت لجنة القدس في جامعة اليرموك اليوم السبت الموافق 13 آذار مارس في تمام الساعة 7 مساء لحضور فعالية الأقصى معراج السماء وقبلة الأحرار، وتستضيف فيها الدكتور محمد راتب النابلسي والدكتور محمد العوضي والدكتور سعود أبو محفوظ. في رسالة من علماء ماليزيا إلى أسبوع القدس العالمي جاءت عبر كلمة للمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي لشؤون الشرق الأوسط الشيخ عبد الهادي أوانج، وهو رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، قال فيها إن القدس ليست للعرب فقط بل للمسلمين جميعا، وإنه لا يمكن تحرير القدس إلا بشروط النصر من الله على سنة التدافع وليس التطبيع والاستسلام. إسهاما في فعاليات أسبوع القدس العالمي، نظمت جمعية مغاربة لأجل فلسطين بالتنسيق مع لجنة المغرب لأسبوع القدس العالمي أمس الجمعة اللقاء المقدسي بعنوان القدس عقيدة بمشاركة الشيخ الحسن بن علي الكتاني رئيس رابطة علماء المغرب العربي. تناول خطباء الجمعة في العديد من مساجد العاصمة بغداد قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك واجب العرب والمسلمين تجاهها في ظل تمادي الاحتلال الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته ومشاريع التطبيع التي تورطت بها بعض الجهات والأنظمة. هناك مبشرات كثيرة بانتصار هذا الدين، ومنها قوله تعالى ليظهره على الدين كله، أي أن الإسلام يظهر على جميع الأديان الباطلة، ليظهره على الدين كله، هاي تسمى جنسية بمعنى كل. فالإسلام بنا أو بغيرنا ينتصر بإذن الله تعالى وبرحمته سبحانه وتعالى، وستفتح البلاد في مشارق الأرض ومغاربها، لا يبقى للمسلمين لا يبقى بيت مدر ولا وبر، بدل حجر وبر يعني البيوت الشعر وغيرها، إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل كما يقول عليه الصلاة والسلام. فهناك مبشرات كثيرة بانتصار الدين وكذلك بتحرير المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري وهو أصل الكتاب بعد كتاب الله تعالى: تقاتلون اليهود حتى يقول كل حجر وشجر إلا الغفلة، يا مسلم تعال هذا ورائي يهودي فاقتله. ختام الرسالة اليومية لأسبوع القدس العالمي من قناة الرافدين، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.